الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع. حكاية التوهم دي طبعا اللي هي يقول لك انه شيء ما شوفوش، يقول الله انا سمعتهم بيقولوا كذا، بعد مدة يشيل سمعتهم دي ويروح متبني هو، يقول لك فلان الفلاني بيعمل كذا، تيجي بقى انت تأكد عليه، طب انت شفته ده مثلا الرجل ده من الصعيد وانت رجل من وجه بحري او ممكن تكون من محافظة تانية، يقول له والله انا سمعت منه. طب سمعت من مين؟ يقول الله سمعتهم بيقولوا. اهو ده التوهم، ان لم ترى كالشمس فلا تشهد حتى لا تري من افرى الفرى ان يري المرء عينه ما لم تره.